لا على بركة الله، نحاول نتطرقوا في هذه الحصة هذه لحل التمرين جوج صفحة 202 من الكتاب المفيد بالنسبة للثالثة إعدادي. في هذا التمرين عندنا واحد مستقيم سماه دلتا، المعادلة ديالو هي إيكغيك تساوي إكس على جوج زائد واحد. أولا يقولوا لنا حدد قيمة ألفا، صافي هذا حرف يوناني كيتقرأ ألفا، صافي بحيث تكون النقطة اللي عندها الإحداثية ديالها جوج ألفا أربعة تنتمي إلى دلتا. خصنا نحددو ألفا بحيث هاد النقطة كتنتمي لمستقيم دلتا. غنرجعو لهنايا، إذا كانت نقطة كتنتمي لشي مستقيم، يعني الإحداثيات ديالها كيحققو المعادلة ديالو. شنو عندنا دابا حنا؟ إذا كانت النقطة تنتمي إلى دلتا، إذا كانت نقطة فإن شنو قلنا؟ إيكغيك أ تساوي الأوفصول إيكغيك أ. غنجيو لهنا غنعوضو بالإحداثيات ديالها، متفقين؟ غنعوضو هنا بالإحداثيات، إيكغيك أ تساوي إكس أ على جوج زائد واحد. وشحال هو الأرتوب ديال النقطة أ؟ ها هو الأرتوب ديالها هو أربعة، إذا أربعة شحال هو الأفصول؟ الأفصول ديالها هو هذا، هو جوج ألفا على جوج زائد واحد. إذا هنا أربعة غنختزلو هنا بجوج، غتبقى لينا ألفا زائد واحد. إذا يعني هادي حنا كنقلبو على ألفا، إذا غتولي لينا أربعة ناقص واحد تساوي ألفا، صافي بحال إلا درنا هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد، يعني أن ثلاثة تساوي ألفا، ومنه ألفا كيساوي ثلاثة، صافي متفقين؟ ها حنا حددنا ألفا. السؤال الثاني قالوا لنا حدد المعامل الموجه، للمستقيم دلتا. شنو عندنا؟ لدينا مستقيم دلتا، المعادلة ديالو هي إيكغيك كيساوي إكس على جوج زائد واحد. إذا المعامل الموجه كما قلنا دائما هو اللي تيكون مضروب في إكس، إذا كيفاش غنكتبو هادي؟ إكس على جوج شنو هي؟ هي واحد على جوج في إكس زائد واحد، صافي؟ إذا شنو هو المعامل الموجه؟ عندنا المعامل الموجه أم كيكون مضروب في إكس، شنو هو اللي مضروب عندنا هنا في إكس؟ هو واحد على جوج. إذا المعامل الموجه لدلتا هو واحد على جوج. ومن بعد السؤال الثالث قالوا لنا أنشئ دلتا، خصنا ننشئ المستقيم. باش ننشئ المستقيم خصنا نديرو معلم متعامد ممنظم، دائما معلم متعامد ممنظم، صافي دونك ندير هنا زاوية قائمة، نديرو هنا التقسيم دائما تدريجات خص يكون ممنظم. صافي اذا هذا هو الاصل، هذه اي جي واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة، هنا ناقص واحد ناقص جوج، هنا ناقص واحد ناقص جوج، صافي. اذا باش نرسمو مستقيم خصنا جوج نقاط، صافي خصنا جوج نقاط.
شنو هي المعادلة ديالو؟ مثلا المعادلة ديالو عندنا دي هي إيكغيك كيساوي إكس على جوج زائد واحد. إذا باش نرسمو حنا خصنا جوج نقاط. مثلا بقاو ديرو بحال هاد الجدول هذا راه يساعدكم. جدول صغيور صافي. هذه اكس هذه ايكغيك. مثلا الى عطينا الاكس صفر، الى عطينا الاكس صفر ايكغيك شغي يساوي؟ ايكغيك كتساوي صفر على جوج زائد واحد تساوي صفر على جوج شحال هي؟ صفر تساوي واحد. اذا ايكغيك يساوي واحد صافي. مثلا الى عطينا الاكس جوج، هادو ارقام تاخدوهم نتوما كيف ما بغيتو. الى عطينا الاكس كيساوي جوج، ايكغيك شحال غيساوي؟ غيساوي لنا جوج على جوج زائد واحد، جوج على جوج هي واحد زائد واحد تساوي جوج. اذا ايكغيك غيساوي جوج. اذا غنجيو نرسمو جوج نقاط للافصول ديالها صفر الارتوب واحد، وعاود ثاني النقطه للافصول ديالها جوج الارتوب جوج. اذا النقطه الاولى فين راه الافصول صفر؟ هو هذا، والارتوب واحد هو هذا. اذا هي هذه النقطه جي. وعاود غنمشيو للافصول جوج والارتوب جوج، ها هو الافصول جوج صافي، هذا الافصول جوج والارتوب عاود جوج. هذه هي النقطة الثانية، وبالتالي المستقيم ديالنا هو هذا، هذا هو المستقيم دلتا.